بسم الله الرحمن الرحيم. أذن إلى الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. سيقوم الآن أبطال كتيبة درع الجزيرة بدك غاط بشار الأسد في أحد من أحياء ديار الزور بالمقناة بمحلية الصنع. اللهم سدد رميهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. اللهم سدد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. 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 عزة لله. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم سدد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.